المنتج فهد العملات تفضل. الو مساء النور. ما شاء الله منورين بوجودك. تفضل استاذ فهد. اشكرك ستي، نرحب بضيفنا العزيز الاستاذ علي. شكرا. وانا عجبت موضوع الحلقه في وجود الاعلام العربي في الولايات المتحده الامريكيه، وان شاء الله رحله الرسائل العربيه خالصه، ونتمنى ان نقل الرسائل العربيه اللي احنا بحاجه ماسه لرسائل الاعلام كلها للمجتمع الامريكي، ونوضح الصوره المثلى للعرب والمسلمين، غير الفكره اللي موجوده لدى المجتمع الامريكي. وبنستغل وبنستثمر وجودك في عمان وانت صاحب قناه ولها حضورها في امريكا، على اساس انه نتمنى نعمل يعني اشبه ب هي عباره عن شركه، تمام، او مؤسسه بتجمع الاعلاميين الامريكيين والاعلاميين الموجودين عندنا بالاردن لصقل الخبرات والسياسة التحريرية لكل المحطات الفضائية، ونقدر نصيغ رسالة عربية واحدة موجهة للمجتمع الأمريكي حتى يكون في عنا انضباط في الخطاب السياسي، إضافة إلى انضباط الخطاب الإعلامي اللي بثبت العرب أصحاب رسالة وأصحاب حضارة وأصحاب تاريخ. بتمنى عليك إنه تحمل هاي الرسالة للإخوان الإعلاميين الموجودين في الجاليات العربية في أمريكا، ونباشر في إعداد عدد كبير من الإعلاميين اللي قادرين يحملوا هاي الرسالة ويثبتوا على أنه العرب دائما هم أصحاب رسالة وأصحاب حضارة. وبشكرك دكتورة ماجدة كمان مرة، ما شاء الله منورك. إن شاء الله، يعني هذا ما نعمل له دائما، وهذا ما سوف نسعى له، أنه دائما أنه نوصل اللي هي الصورة الحقيقية والواقعية بالنسبة للمشاهد العربي، كذلك بالنسبة للمشاهد برضو اللي من داخل الولايات المتحدة، ليتعرفوا على واقع الأمور أكثر، لتتضح الصورة، ولكي ينظروا من داخل الولايات لتتغير النظرة، لكي يتعرفوا على واقع الشباب والحياة داخل الوطن الأم. أستاذ فهد العملة يعطيك ألف عافية. أستاذ علي، ياريت من ضمن مداخلة الأستاذ الإعلامي فهد العملة أنه ياريت نعمل أو كقناة تعملوا على عمل دورات تدريبية في القناة، أنه لعل وعسى أنه يطلع إعلاميين. إحنا طبعا سوف إن شاء الله نعمل على كل ما هو يصب في إنتاج عمل جيد، سواء في مكان من خلال مكاتبنا الموجودة في كل بلد. بهمنا برضو إنه يكون عمل في إنه يكون في عمل في مصداقية، برضو بهمنا إنه يكون عنده خلفية اللي هو ما نقدم مادة قديمة عفا عنها الزمن، فاللي هي المادة اللي بنحبها إنه تكون مادة جديدة صالحة لمستقبل قادم. أستاذ علي، البرامج اللي بتقدموها عبر قناتكم، يا هل ترى أنها بتلاقي صدى لدى الجاليات العربية الموجودة في الولاية؟ احنا نسبة المشاهد العربي عندنا من داخل الولايات المتحدة يصل إلى 84%، فالكثير من الجاليات العربية يتابعون برامجنا الثقافية، لأنه منغطي زي ما حكيت لك أنه منغطي كل الفعاليات اللي بتصير داخل الولايات المتحدة التي لا تغطيها كثير من المحطات العربية، مثلا المهرجانات، الفعاليات من خلال المنظمات العربية، يعني ممكن يكون في جزء من هذه المحطات تغطي، بس تغطي يعني لمدة زمنية قصيرة بس، بينما من خلال قناتنا نغطي الحدث كامل مثلا، أو مهرجان نغطيه كامل، وأحيانا يكون بث حي ومباشر. هلأ كقناة عربية، ليش بس أنه بتركزوا على الجاليات العربية كونه أنتم موجودين في الولاية الأمريكية؟
بنركز احنا اكثر التركيز هو على الجاليات العربيه الامريكيه، لانه الجاليات العربيه الامريكيه هي يعني نحاول ان نملأ الفراغ عن غياب كثير من المحطات التي لا تعطي يعني تغطيه كامله في كل المجالات، اللي هي زي ما حكيت انه مثلا عندك مثلا اكثر في اكثر محطه تغطي في مجال السياسه او يغطوا بعض من الامور اللي سواء تتعلق بالفن، عباره عن قصه يعني قصيره بتكون تعرض على الشاشه، بينما من خلال قناتنا نغطي الفعاليات بشكل كامل. هلا كقناة عربية انه اعمالكم كلها ضمن الولايات المتحدة بس وكندا؟ نعم، وكندا والمكسيك. كندا والمكسيك. معنا اتصال، معنا فنان الاردني فيصل حلمي. الو الو، دكتورة اهلا، كيفك استاذ فيصل؟ الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله، شو اخبارك؟ يسعد مساك مستضيفك مدير امريكا. دكتورة بدي استاذ فيصل، بس اذا ممكن تعلي لي صوتك. استاذ فيصل انا اسفه ما عم بسمعك، الارسال كانه ضعيف عندك. غير المنطقه، غير المنطقه، الارسال عندك شوي ضعيف. هيك سمعت دكتوره؟ هيك سمعتك، تفضل. دكتوره بنص على ضيفك الكريم، وبنقول بنمس على ضيفك الكريم، وبنقول له يا ريت كانك مدير تلفزيون يعني يهتم شوي بالفن الاردني وبالشباب الاردني وبالثقافه الاردنيه، حتى تكون على المناره في الاردن يعني. اعتبارك اردني محترم، هو مش شرط هو يكون الأردني، شرط انه على اساس انه يهتموا بالثقافه ويهتموا بالفن الاردني ويهتموا بالشباب الاردني اللي موجود في امريكا. شكرا استاذ فيصل. بحكي انه ليش ما يهتموا بالفنان الاردني وهذا ونشره بامريكا؟ طبعا احنا من يعني عام من خلال عمل القناة تبعنا هو أنه يغطي كل المجالات فنية ثقافية، وهذا ما سوف نربطه، نربط أنه الأعمال اللي هم الأعمال الفنية اللي من داخل أمريكا وكذلك في البلد الأم سواء الأردن أو غيرها من الدول، فهذا ما سوف نركز عليه. هو أمل الأستاذ فيصل الفنان الكبير كونه أنت أردني موجود في الولايات المتحدة انه تنشروا الاغاني الاردنيه، هذا شيء بسرنا وبوعده في ذلك ان شاء الله. هلا كم عدد الموظفين الموجودين بالقناه؟ عندنا طبعا في القناه 70 موظف من جميع الجنسيات طبعا داخل. هل هم اصحاب اختصاص؟ طبعا كلهم في كل المجالات يعني. اها، هلا بيكونوا اصحاب اختصاص ولا انتوا ممكن مثلا تجيبوا شباب تعملوا جروب وتعطوهم دورات وتأهلوهم مثلا انه كمصور او مونتير او مخرج، او ولا انه لا يقتصروا انه يكونوا اصحاب اختصاص؟ لا، بالنسبه للامور الفنيه لا لازم يكونوا اصحاب اختصاص، بس بالنسبه مثلا في كمراسلين مثلا ممكن انه يكون، اذا انه برضه بدنا بهمنا انه الشباب مثلا يكون انه ما يكونش يقدم لنا ماده قديمه مثلا، يعني عندك في كثير من المراسلين الصحفيين 30 سنه في العمل الصحفي، بس هي انه مثلا اذا بنتقل بقدم لك نفس الماده اللي هي الاعلاميه اللي بقدمها لكل قناه، فاحنا توجهنا انه دائما نصنع شيء جديد، شباب لمستقبل، من اجل مستقبل قادم، فهو من اجل صناعه مستقبل جديد، هذا كل توجهنا.
ترابك يا نرد حنا حنا فلسانك حنا نشمة أردنية حنا ما نرضى بالردية حنا المجد فينا يتغنى أسوار حنا وجه الطمع والغدار حنا محدود الوطن أسوار حنا وجه الطمع والغدار حنا تعاهدنا نحمي هالدار حنا تنسون العهد والله حنا لعيونك يا عبد الله حنا جيش وشعب ما ينهز حنا سيف الكرامة نعتز حنا جيش وشعب ما ينهز حنا أهل الشومات والعز حنا فدوى الأردن وطننا حنا طبعيش ما بالأخبار حنا لعيونك يا عبد الله أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بجديد في معانا الشاعرة اتصال ألو الشاعرة هيفاء الرفاعي أهلا وسهلا فيك تفضلي هلي منورة بوجودك بحكي إنه الموضوع مهم جدا يعني إحنا الثقافة والصمت الثقافة أنا حبيت إني أتوقف رأيي وهيك انه يعني انا بحكي امنيتي انه الاهتمام بالثقافه عندنا ونتبادل الثقافه بيننا وبين امريكا وبين البلاد الاوروبيه والعربيه دائما يعني هذا حلمنا وانه عندنا احنا مبدعين وعندنا ابداع لكن يمكن بدهم